نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الساعة التي مطلية بالذهب أو بصفار يشبه الذهب؟ أما بالنسبة للمرأة فلا بأس بها إذا لم تكن الساعة ساعة رجالية. أما بالنسبة للرجال فإن كانت مطلية بطلاء يشبه الذهب وليس ذهبا فلا بأس بها، لكننا ننصح بعدم لبسها لأن من رآها يظنها ذهبا، وحينئذ إن كان الرجل قدوة اقتدى به الناس وقالوا الذهب ما في بأس، وإن كان غير قدوة صار شماتة للناس وصاروا يتكلمون فيه. والحمد لله في ساعات غير مطلية بهذا النوع كثيرة. وأما إذا كانت مطلية بالذهب نظرنا، إذا كان الذهب له سمك فهذا لا يجوز إطلاقا، وإن كان مجرد لون فهو جائز، لكن ننصح بعدم ذلك للعلة التي ذكرناها.